I will do it in Portuguese. Sua Majestade Abdullah, segundo rei da Jordânia, a humanidade admira a vossa coragem e نحن طبعا نثمن هذه الجهود جلالة الملك وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. طبعا مصر تقوم بالدور المهم جدا في القارة الإفريقية. أصحاب المعالي صاحب السعادة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس، أصحاب الفخامة والسمو، أيها الحضور الكريم، أصدقائنا من فلسطين والوفود الكريمة نيابة عن الحكومة الموزمبيقية، نود أن نهنئكم على هذه المبادرة في تنظيم هذا المؤتمر لإيصال النداء الإنساني، ونحن نثمن دعواتكم لنا للحضور. نحن نتشرف في أن نقوم بإيصال رسالة الصداقة والأخوة والامتنان للشعب الفلسطيني وبالتحديد الشعب الغزي، وأيضا أن نتحدث هنا ونحاول أن نجد الحلول الإنسانية. وطبعا هذا الصراع المأساوي الذي أدى بوفاة الآلاف والآلاف من الأبرياء وإلى دمار في البنية التحتية دمارا شاملا، ويجب علينا أيضا في هذه المرحلة أن نأخذ زمام الأمور لتوفير الدعم الإنساني لمن يحتاجونها في هذا الصراع. وهذا الصراع الذي وصل إلى نتائج مأساوية لا يمكن لها أو لا يمكن أن نتخيلها، والتي أتت ضمن الاعتداءات المسفرة على المدنيين وضمن خروقات صارخة للاتفاقيات الأممية والدولية. صاحب الجلالة وصاحب الفخامة، ضمن تاريخنا كدولة كانت لدينا مسؤولياتنا، وأيضا كنا عرضة لهذه المآسي ضمن الصراعات والحروب، وأيضا لتداعيات الصراعات المسلحة والنزوح. نحن نرى نزوح مليون فلسطيني من أرضه، نحن نرى أيضا الاستبداد في نشر المستوطنات وبناء المستوطنات، وأيضا طبعا فقدان الأرواح البريئة ضمن هذا الصراع. وهذا يدعونا إلى خلق مبادرة إنسانية مباشرة لدعم السكان في غزة، السكان الأبرياء، ونحن نعي أيضا هذه المسؤولية، وندعو أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكافة دول العالم لتنفيذ وأيضا إيصال المساعدات وأيضا تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار 2027، وأيضا حماية الأعضاء الذين يعملون على الأرض. صاحب الجلالة وصاحب الفخامة، الموزمبيق تدعم العمل وأيضا تدعم هذه الجهود من أجل تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين وتوفير المتطلبات الإنسانية لأجل توفيرهم ودون أي شروط ودون أي عوائق.
أنا هنا أقول بأننا ندعو هنا وأدعو هنا إسرائيل لأن تنهي هذه الاعتداءات السافرة ضد الأشخاص الأبرياء. والموزمبيق أيضا هي جاهزة لأن تتحمل مسؤوليات مساهماتها في هذه المرحلة وأن تكون عضوا في المفاوضات أيضا ضمن جميع الأطراف. ونحن نؤمن بحل الدولتين وبالعيش ضمن السلام وضمن احترام متبادل من أجل الوصول إلى منطقة مستقرة. شكرا جزيلا.